مبارك تأسيس نقابة المهندسين الزراعيين، فهي لبنة جديدة في بناء المؤسسة في المحافظة. طبعاً نحن نريد نقابات حرة، ليس كالسابق نقابات تابعة. الآن نقابات حرة لها كلمتها ولها دورها ولها دور الداعم. المؤتمر التأسيسي لنقابة المهندسين الزراعيين الأحرار بدرعا لرفض ولتنظيم أمورهم الداخلية ولرفض المحافظة ومحافظة درعا بالخبرات الزراعية المنظمة عن طريقهم. في مشاريع كثير زراعية مطروحة وهي بحاجة فعلية لتوجيه الدعم، تمام؟ يعني البلد زراعية، وعام 2018 هو عام سبل العيش أكيد، وسبل العيش القرآن هو مشاريع زراعية. فأني كنقابة مستعدة نتعاون مع المنظمات مشان أوجه الدعم أو مشان أدرس المشاريع الزراعية أو مشان أكون جهة منفذة للمشاريع المطروحة. والحمد لله، طبعا هدف تأسيس النقابة هو تطوير العمل الزراعي وتأطير وتنظيمه بحيث يخدم جميع فئات المجتمع بالمناطق المحررة. المهندسين الزراعيين موجودين في الثورة السورية منذ بداية أو منذ انطلاقة الثورة السورية. لا يعني تشكيل نقابة المهندسين في عام 2017 من الثورة أن المهندسين الزراعيين الآن دخلوا على الثورة السورية وبدأوا تشكيل نقابات، بالعكس المهندسين الزراعيين موجودين منذ بداية الثورة. محمد منيب جواوي انتخب الاثنين. طيب محمد الفراج.